الندوة الوطنية الأولى حول الإذاعة الخاصة، يعني مرحلة مهمة من تاريخ هذه الإذاعات لطرح سؤال حول واقع وآفاق هذه الإذاعات. هذه الندوة تأتي بعد أن نضجت هذه التجربة، وبعد أن صارت الحاجة ملحة لطرح العديد من الأسئلة المرتبطة بالصحفيين في الإذاعات الخاصة والعاملين في هذه الإذاعات الخاصة في علاقة مع المقاولة الإذاعية. نلتقي اليوم في هذه الندوة الأولى بمراكش لنتكلم أو نتحدث بصوت مرتفع كإذاعيين وكصحفيين إذاعيين في القطاع الخاص، خاصة وأنه الآن كيتزامن هذه الندوة مع السياقة العامة اللي كتعرفها، التحولات فيما يخص الوسائط الإعلامية ككل وفيما يخص علاقة هذه الإذاعات مع باقي وسائل الإعلام أخرى. أعتقد أو نعتقد جميعا في التنسيقية أن الإذاعات الخاصة الآن أصبح لها المكانة الكبرى في تأثير أو في الخريطة الإعلامية المغربية، وصار من الممكن الآن أن نعيد طرح أسئلة أخرى من جديد، دورها، فعاليتها، مدى تأثيرها، ثم بالتالي أن ننتصر بشكل كبير للواقع الاجتماعي للعاملين في هذه الإذاعات الخاصة، من انطلاقا من دورها الكبير في التأثير وفي تصريف المعلومة وفي تفعيل النقاش العمومي في المغرب.